السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير. اليوم غندير معكم الوصفة ديال القضبان أو الشوا اللي كان معروف حنايا في الجهة ديالنا. المهم الإخوان، عيد مبارك سعيد مسبقا إن شاء الله. والمهم كيجي فتي، علاش شاركته معكم؟ حيت كنت كنصاوبو العكوستي، هو كيصاوب الوالدة ديالو هاد القضبان، كيجي ويدوب. راكو عارفين يعني البنادم اللي يكون كبير ما كيقدرش يمضغ، ما كيقدرش السنين، ومين كنديروا لها هكذا الحمد لله كتاكل وكتشبع. هادشي اللي كاين الاخوان. المهم كنديروا كيدير الملحه، وموراها كيدير زيت الزيتون كتعطي له واحد الهشاشه. كي الزيت اي زيت، المهم كنديروا زيت العود وكيبقى كيقلب. المهم هو كيعرف انا واخا كنديرو، ما كيقول لي لا انا نديرو بيدي. المهم الاخوان، وكيدير فيه العطريه، اي المهم العطريه يعني المعروفه اللي كنديرو. وبالنسبه لواحد الحاجه يعني ما عرفتش واش ما سجلهاش ولا ما عرفش. المهم تقطعات، هذاك هو المكون الاساسي اللي بغيت نقول لكم عليه، هو العسل. ديروا معلقه نتاع العسل باش يعطيلو واحد يعني يكون هشيش ورطب رطب رطب كما يقولوا. المهم الاخوان، كما هنا كتشوفوا راه كيدير الكمون، دار الكمون وكيخلط مزيان، يعني عنده الخاطر ديال هذا الشيء. كيخلط مزيان هكذا، وعاود تاني يدير الفلفله الحمراء كما يقولوا، الابزار حنا كنقولوا له البزار. والكمون دار، والخرقوم. وانا ما كنديرش البصله حيت هو ما كيعجبلوش البصله وما كتعجبلوش انا، كيعجبني ولكن هو ما كيعجبوش البصله وما كيعجبلوش القزبر، فهمتوا؟ ولا المعدن، ولا المهم اي حاجه ما كيعجبوش نديروها معاه. المهم وصافي، هادشي اللي كاين خصكم غير تخلطوه مزيان. هذا هو السر ديال الاخر، خصكم تخلط مزيان وتزيدوا معلقه ديال ياغورت، او لا تزيدوا معلقه ديال العسل، كيعطيه واحد الهشاشه، واحد الاخر يعني كيدوب في الفم. يعني صراحه عندي بنت صغيره وكيعجب لها الصراحه. وهادشي اللي نقول لكم، وشكرا بزاف على المتابعه، والى اللقاء. نتمنى يكون هذا الفيديو ينال اعجابكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله، بالصحه والراحه، وعيد مبارك سعيد لكل المسلمين ولجميع الدول المسلمه. ونتمنى ان شاء الله الازدهار، وهذا الشيء اللي غنتمنى لكم. وشكرا والى اللقاء، نخليكم مع الفيديو.